جرجير وعكاوي وكوارع ومنبر ومنه فيه عشان انت تدخل على جواز. اسلم ايدك يا عمتي. انا عايز اقول لك على حاجه كده. بقولك يا عمتي سامح قالت لي انا لا عامل لا فرح ولا ديول، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه ثانيه صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير قلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيدك بعت ترم، في ايه تاني؟ ونبي يا اخويا ما تعصب نفسك، خلاص يا مامات الكلام. لا ما ماتش الكلام. اقول لك ايه يا حبيبي؟ ده البنت اللي حبت من الدنيا، حبيب قلبي، دي ليلة العمر يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبان، خلصنا مش عامل حاجه. طب حاجه ظننه كده على قد الحال يعني، ليه اللي فيها اصحابنا وحبايبنا؟ وهنقعد ليك عليا لا في مزيكا ولا في رقص. ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البنت الغلبان. ويكون في علمك بقى البنت جيجي هي صاحبه الفكره. قلت ايه؟ قلت خلاص بقى، خلاص خلاص. شيماء. طيب. طيب يلا على الباب. الله. حاضر حاضر. سوسة ألف سلامة عليكي يا حبيبتي. إيه؟ ألف سلامة عليكي. ادخلي تعالي. مالك يا وليدي؟ إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ إيه؟ أنت اللي مالك يا أختي، مال الحال عجبينك؟ قالوا لي يا أختي إنك تعبانة. تعبانة من إيه يا حبيبتي؟ تعب لما يجي لك في مفاصلك يا وليدي. أنت ما أنا حلوة وزي الفل أهو، أنت هتفصلي عليا؟ هتعيني بالعافية بالكذب يعني ولا إيه؟ أمال البت قالت إنك جت تديك الحقنة. بنت مين؟ شيماء. شيماء ادتنا انا حقنه؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد ولا ناسيه؟ شيماء بنت يا شيماء. ايه يما بتزعقي كده ليه؟ اهي شيماء دي ولا مش شيماء؟ ايوه هي شيماء. وديتك الحقنه ولا ما اديتكيش الحقنه؟ لا ما اديتكيش حقنه. ما اديتكيش ازاي يما؟ دي لسه معلمه. معلمه فين يا بنت؟ سلامتك يا خالتي، الف سلامه عليكي. الله، يعني انا خدت حقنه؟ يعني انا عيان؟ ايوه. انت ما تستنوا كده انا اشوف ايه. اسم الله عليك يا اختي، اسم الله. ده انا عيانه بجد يا اختي، ده انا مش قادره اقف على رجلي. اسم الله عليك يعني يا ماما. يعني تعالي يا ماما خشي. يعني سلامتك يا خالتي. هموت يا سونا. اسم الله عليك يا اختي. يا سونا يا اختي. العدوين ولا ايه؟ هموت يا سونا بعد الشر يا ماما. عشان يا اختي نيموني. اسم الله واقفه ليه؟ اه يعني اسم الله عليك يا زوزه. اه يعني هبقى اجي اشوفك بعدين يا اختي. يلا يلا يا اختي، يلا يا ست الحكيمة. نرسى ياما، نرسى نرسى ياما، نرسى. يلا يلا يا اختي. ده ايه الفصلان ده؟ ده وقته. انت رايحة فين انت كمان؟ رايحة افتح لامي. ما انت سامع الفرح اللي عاملاه بره. شوية وهتزعق وتمشي. اخس عليك يا ماما، دي مهما كان امي بره. مع عمتي برضه سايبها واقفة بره، في ايه؟ الله، دي خالتي سونا كمان. خالتي سونا كمان؟ وجيجي. وجيجي وانت فرحانة ولا ايه؟ ايوه. هيمشي كده. لا، هتروح تفتح انت ولا اقوم افتح انا؟ هروح انا. بس قولي لي وهتقومي ورايا. ماشي. اوعي تقومي. ماشي. ايوه ايوه ايوه. الاربعة. ايوه ايوه يا بلح يا مأمنة. جربتي اخويا. خلاص خلاص، المنطقة كلها عرفت انك اتجوزت جوه، خلاص. شكرا شكرا. تعالي شكرا. سماح نايمة، سماح نايمة، سماح نايمة. اتكلم يا جيجي. الرايق طلع رايق ولا طلع ام سعد؟ ام سعد ايه ياما؟ طفي من وشك. طب ده رايق روقان الدنيا. ايوه يا بنت يا رنا، وقد كده يا الله الله. الله الله. ايه؟ قلت له ما سماح. كل خير يا اخوتي. حلو الحمام يا رايق. حلو يا عمتي تسلم ايديك. بالهنا والشفا يا حبيبي على قلبك. حبيبتي مش يلا بقى ولا جيجي؟ لا مش يلا ولا ايه؟ ايه هنمشي. صباح يوم بركه يا عمتي. هتتغدوا معانا؟ لا ما نتغدى. طب يلا بقى يلا. وهو يقدر على غدانا احنا كلنا. يلا يا مذيع. يلا مذيع. يلا يلا يا اخويا. يلا يلا يلا. مبروك يا رايق. هكلمك يا جيجي، هكلمك. ماشي يا اخويا. ماشي. سلام. مع السلامه يا زينب. يلا يا جيجي. الشاي عز. تسلم ايديك. تعالي اقعد يا سماح، عايز اتكلم معاك كلمتين. تو ايه يا بنت؟ انا قلت لك حاجه؟ ما بحبش اسمع كلمة سماح منك. بحبك تقولي يا بنت. اما بتقولي سماح كده بحس ان في حاجة غريبة. طب تعالي بنت اقعدي بالطايرة انت. ماشي. مبسوطة بنت يا موح معايا في الجواز؟ يا لهوي، انت لسه بتسألني دلوقتي؟ طب ده انت من يوم ما قلتها لي وانا مش عارفة اتلم على روحي. والنعمة الشريفة ببقى ماشية في الصالة حاسة ان انا طايلة السقف من كتر الفرح. يا بنت كلمك يا بنت. ده اقل حاجة عندي. ماشي. هقولك على حاجة. مين؟ قولي ما تتكسفيش.
خالتي دي حوايه بتعمل لي بروفه الفستان. قالت لي يا بنت يا موحه الست الشاطره هي اللي تعرف مفاتيح راجلها فين. مفاتيح يا بنت انا كلوني. يا وجهتك ايه؟ ما تقصدش كده. هي تقصد يعني اعرف مزاج جوزي ايه؟ وهي بتقول لي كده سرحت وقعدت افكر. قلت يا لهوي هو في حد يعرف مين يقدي؟ طب ده من واحنا عيال صغيرين. وانا بفهمك من عينيك. بفهمك قبل ما تتكلم يا مين. من واحنا عيال بنجري ورا بعض في الحاره وببقى عارف انت امتى هتقول لي كلمه حلوه وامتى هتنكد عليا وامتى هتضربني كمان. ربنا يخليك لي يا موحى. خليك لي يا حبيبي. رايح فين على الصبح كده؟ مشوار على السريع كده وهرد على طول. مشوار ايه دلوقتي يا سيكا؟ مشوار. طب اعمل حسابك نتغدى سوا. يدوم يا حبيبي يلا بالاذن. اتفضل. سلام. سلام. صباح الفل يا ام يوسف. يسعد صباحك يا حبيبي. ايه ده على فين العزم؟ نازل بقى اتفسح شويه. الشوارع وحشتني قوي يا ام يوسف. طب يلا تعالى بسم الله افطر بقى، انا عامله طبق فول انما ايه يستاهل بقى. لا بالهنا والشفا، اصل انا مش متعود افطر. اوعى تكون مكسوف يا واد. مكسوف ايه يا ام يوسف؟ ده كلام. طب خليه على الغدا وانا افرم لكم. ماشي يا حبيبي مستنيين. يلا بالاذن. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. السلام. ها ما قلتليش عملت ايه عند بابي؟ انبسطت؟ اه طبعا. وشفت مين هناك بقى؟ انكل عادل وطنط سوزي. ومين كمان؟ وطنط داليا. داليا مين؟ مرات جدو؟ اه بس ما كانتش هناك، رنت على بابي. ورنت على بابي قالت له ايه؟ مش عارف ما كانش قاعد بس انا شفت صورته على الموبايل. طب يلا. يلا عشان لازم امشي دلوقتي. يا ربي يا رب على الناس. في حاجة في الجورنال يا بابي؟ جرى الاسم الدهشوري ده تافه تفاهة عامل اعلان نص صفحه في الجورنال بيقعد في نفسه وبيضحك على مين ده؟ طب على فكره ده مش غلط، مش قصدي يعني العمل الدهشوري، بس موضوع الدعايه دي بحد ذاتها مهم جدا. لما نشوف بقى اديه بعد يوسف يعمل كام يافطه في المطبعه. بس اوعى يا بابي يعني يكونوا من اليافط القماش. يا بنت بقول لك المطبعه اليافط البلاستيك الجديده اللي بيعملوها. خلاص يا بابي ما تقفش عليا فيه. ايه اخبار جماعه بتوع السفاره؟ ايه الناس دي حبالها طويله قوي. لا يا بابي خلاص الموضوع قرب يخلص، ما فاضلش غير شوية ورق. ايوه بس يكونوا بيلعبونا ويروحوا يلفوا على الراجل صاحب الأرض من ورانا. عيب عليك، ده أنا غالية للشين. طالعة على أبوكي. بابي صحيح أنا عايزة أسألك على حاجة. أنت حكيت لحد تاني عن موضوع سعيد ويوسف؟ حد تاني مين؟ ما أنت عارف إن أسرار الشغل ما بتطلعش بره. مش عارفة يا بابي، في حاجة غريبة أوي حصلت النهاردة. رامي جه قال لي إنه شاف نمرة داليا على تليفون سعيد هو عنده في القرية. هو رامي حافظ نمرة داليا؟ إذا كان أنا معرفهاش. بابي سعيد عنده نمرة داليا بصورتها. قولي لي يا بيت. كنت عارف إني أشوفك النهارده. يا سلام، ده أنت واصل قوي بقى. طب ويا ترى عارف إيه تاني؟ عارف إنه مش عيد ميلادي. مش لازم يبقى عيد ميلادك يعني. دي عادي دي كده. كده؟ إيه كده؟ بيعيد جديد ده. شفت حاجة حسيت انها تعجبك فاشتريتها لك. مش سؤال عليها يعني هدية جامدة جدا. ده انت اللي جايب. أمينة أنا مبسوط. وأنا كمان مبسوطة. طب أنت مبسوط ليه؟ مش عارف بس مبسوط. أول مرة أحس إن حد مهتم كده يعني بيجيب لي هدية بحس بيها يعني. حاجات جديدة يعني. أنا قطعت هدومي عشان يجيبوا لي حاجة لما جابوها. خلاص لو كده دايما أشتري لك هدية. لا لا هي مرة واحدة خلاص. بس كفيني مرة واحدة. ما صبتليش معاك ليه؟ ولا هو الغايب ملوش نايم؟ شكلنا ملناش نايم في اي حاجه خالص. بتقول كده ليه؟ مالك؟ المقدس شكله ناوي يرجع لبنته تاني. ما المقدس طول عمره رايح جاي، ايه الجديد يعني؟ المره دي وان واي، رايح ومش راجع.
انت بتتكلم جد؟ صدقيني زي ما بقول لك كده. وانت جبت الكلام ده منين؟ هو اللي قالك بنفسه؟ هو ما قالهاش بصراحه كده، بس انا حسيتها من كلامه. طب والمحل والتجاره هيعمل فيهم ايه؟ ما هي دي الوقعه، شكله هيديهم لحد من صحابه ولا معارفه، يشوف ايه بقى هيكروشنا ولا هيعمل فينا ايه. ربنا يبشرك بالخير. تتبكتيني على ايه؟ وانا في ايدي اعمله طيب؟ ما الواحد لو معاه قرش ولا حاجه ما كانش ساب المحل والورشه دلوقتي يروح في حته، بس هنعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. بص محدش عارف الخير فين، مش يمكن تلاقي بنته هاي زي اللي جايه تقعد معاها هنا؟ يا بنتي انت في حد يسيب بلدي ويرجع لها تاني؟ انت طيبه؟ خليك انت كده شايل الهم، انا مش ناقصه قرف، رايح اعمل كوبايه شاي. روح. شايف النبي، شايف اللعب ده؟ اسمه ايه ده؟ احلى الواد ده كريستيانو رونالدو. ايه؟ كريستيانو رونالدو ده احلى احلى لعيب كرة في برشلونة يا كبير. بس عالي قوي. انت غالي جدا يا كبير، ده احلى لعيب كرة قدم في الكرة الأرضية كلها. أخيرا. الحمد لله على السلامة يا برو. وحش نميمي. أخيرا إيه يا برو؟ دول ثلاث أربع أيام اللي قعدتهم في البيت، هتعمل لي عليهم قصة. آه سيئة على أخوك سيئة، أنت أخويا حبي وأفرح لك. أنا كمان نفسي أفرح بيك يا برو. إمتى بقى تهدى وتكلني في حتة؟ لا ثاني، أنا ماليش في الحوارات دي. ماشي. خلصان فين بقالك كام يوم؟ بتعمل مصيبه ولا ايه؟ مفيش يا عم، بنتفسح في البلد. فسح فسح من ساعه ما رجعت وانا سايبك، قلت هيجي لوحده ويحكي لي. انت معاك حكايه هناك ولا ايه؟ ايه اللي نزلك فجاه كده؟ ابدا يا حبي، الشغل كان ماشي زي الفل زي الفل، والقرش رايح جاي، واخدنا قامه كمان، كنا شويه وناخد الملك. بس تقول ايه بقى؟ مرات الراجل الخواجه مش سايباني في حالي، بنت عامله زي الفرسه، طليانيه من الجنوب، بنت بحر يعني. بيني وبينك انا استحرمت ابيع الراجل ما اكلني عيش. كنت خدت حاجتي وقلت له شاوي يا خواجه، وجبت بعضي وجيت، مش احسن من الحرام يا برو؟ احسن بقى. ماشي. ها؟ قولي لي بقى الحركه بنت المجانين اللي انت عملتها يوم ما جيتي لي المستشفى بالليل دي، ازاي؟ ما خفتيش يا بنت امك ولا اخوكي دياب يشوفوكي وانت نازله؟ خفت ما اشوفكش تاني. الله اكبر يا جدعان. معلش انا اسف يا جماعه، اهل الكافيه يعني اتنين بيحبوا بعض عادي يعني. معلش بس انا ما كنتش اعرف اني غالي عندك قوي كده. عشان ما بتحسش. وجزمه قديمه ومبرطشه وريحتها تقرف الكلب كمان. ها ايه رايك بقى؟ بس بموت فيكي بجد. وحياة شيمو. يا يوسف انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ ها؟ ليه؟ يا بنت وانت تقعدي تنطي لي كل شويه زي الفروع لوز ولا ايه؟ انا مش منبه عليكي، رجلك ما توبش ناحيه الحاره هنا تاني ابدا يا اما هكسرها لك. ما انت مش راضي تعبرني ولا حاسس ولا دريان بالمشكله اللي انا فيها. ما تولعي بجاز وانسي خدتي ومشاكلك، هو انا فضيلك؟ يا عم اهدى يا عم، الناس هتتلم. هو في ايه يا عم؟ مفيش حاجه، بنت مجنونه وكدابه وبترمي بلاها عليا. انا كدابه؟ انا كدابه يا يوسف؟ ولو انا كدابه اللي في بطني ده يبقى ابن مين؟ ابن مين يا انسه ولا مدام انت؟ دي جايه ترمي بلاكي على الجدع ولا ايه؟ اسمعي يا بنت انت، لاخر مره بحذرك، لو هوبتي ناحيه الحاره هنا تاني هكسر دماغك ومرمطك قدام الناس كلها. مرمطني يا يوسف؟ مرمطني؟ ما هو ده اللي ناقص. طبعا ما انت خدت اللي انت عاوزه ورمتني. لا يبقى انت ناويها بقى يا روح امك. ايه ده يا عم يوسف؟ مش كده مش كده. اوعى القلق. ايه ده يا يوسف؟ يا يوسف في ايه؟ في ايه؟ كمان ما هو ده اللي ناقص. اهدي. في ايه؟ اساله، ما هو قدامك ساله. مفيش حاجه يا ميمي، بنت كدابه وبترمي بلاها عليا. يا عم الناس بتعمل. اهدي بقى. تعالى يا عم يوسف. ما تتخافش. انا حاسس ان انت مش هتعرف يا جمال. اهلا بالراجل التعبان. ليه بس كده يا جنرال؟ ليه؟ ايه انت مش كنت حزب وطني؟ ايه اللي خلاك تنط على حزب تاني يعني؟ انا مستعد كمان يا رب دقني وامسك سبحه واحط ورقه بوسطه واخش في الهوجه كمان. يبقى ما غلطتش لو قلت عليك راجل تعبان وبتغير جلدك كمان. عمرك عمرك ما تغلط ابدا يا جنرال. خير يا دهشول. الشيم يا باشا. اشمعنى؟ نفسي اظبطه ظابطه محترمه، حد مكبرها في دماغه ومتخنها في مناخيره لما كبرت قوي 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 بقت فوق. وعاوز اكسرها له. نازل قصادك؟ مفيش حاجه تخفى عليك يا جنرال. دي حاجه غريبه جدا، الناس كلها بتعرف ازاي تختار اصحابها، الا الراجل ده بيعرف ازاي يختار اعدائه. الموضوع بين ايديك يا جنرال. انت لازم تنجح يا دهشوري. بركه فيك يا باشا.
سلامة يا شوقي. باي حبيبي. كلم دي والعيال اللي معاها. بعد إذن جنرال، يعني لو كان لي أنا نقول وجهة نظر، يعني بحكم خبرتي وعشتي مع سعادتك ممكن أفهم سعادتك بتفكر في إيه. تهالي كده سعادتك عايز قرصة ودن خفيفة لشيمي ترجعه لمربعه. العيال دي بقى تجيبوا العيال اللي معاه اتراقوا شوية أو يتسكنوا في عمليات أكبر من كده. فأنا وجهة نظري ده لو من حقي إن أنا أقول وجهة نظر طبعًا، إن إحنا نجيب طب جديد لأنه هو اللي خلص لنا العملية دي، بعد كده نستفيد بيه قدام. أنا ده رأيي، وطبعًا الرأي الأول والأخير لسعادتك يا جنرال. العيال دي عندك؟ موجودين وفي خدمة سعادتك. خلوهم يجهزوا وينفذوا، بس مش على البازار. أمال فين يا باشا؟ على بيته. الدهشوري لازم ينجح، مش عشان الدهشوري يستحق النجاح، لا، عشان الشيمي هو اللي يستحق الصعود. يسقط يا باشا. واحدة واحدة بقى وبالراحة عشان افهم الدنيا فيها ايه. العروسة اسمها ايه؟ نادين. عاش الاسامي يا ست نادين. في ايه مع يوسف؟ انا ويوسف نعرف بعض من 3 سنين وحبيته قوي، وهو كمان حبيني جدا على فكره وما يقدرش ينكر كده، وكنا عايشين مع بعض زي المتجوزين. لا زي المتجوزين ولا متجوزين؟ لا متجوزين عرفي، وانا حامل منه كمان. حامل من مين؟ من يوسف. حامل من يوسف؟ حامل من يوسف؟ ايوه. طب الورقه دي دلوقتي مع مين؟ مع ماما مديحه. ماما مديحه مين؟ مامة يوسف. ماما يوسف؟ اه ليه ماما مديحه يعني. ايوه ماما مديحه. طب صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي حصل ده ما رضيش ربنا ابدا، بس انا بقول لك يوسف ده عيل طيب، بس هو بيتنرفز كده على طول. بس انا بقول لك اول ما يشوف الواد ده هينخ. واد ايه؟ الواد ابنه، مش البطل ده ابنه ولا ايه؟ اه. انت دلوقتي في الكام؟ في الثالث. ماشي، انت اول ما ربنا يقومك بالسلامه وتخلفي ان شاء الله تجيبي الواد وتيجي على هنا، وانا بقول لك لو ما رضيش ياخده احنا اللي هنربيه، ده لحمنا برضه هنرميه في الشارع. لا معلش، هو بقى اللي لازم ياخده ويربيه في حضنه وغصب عنه كمان. يا ست الكل، انا بحل المشكله دلوقتي بعدين يحلها الف حلال. ماشي الكلام؟ ماشي. متشكر قوي يا استاذ. اسمي ميمي. متشكر يا استاذ ميمي. ماشي يا ستي، تعالي دلوقتي اوصلك تمشيش لوحدي، هدي عشان الدنيا تتظبط. اوكي. يلا. اخبارك ايه يا مديحه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا مديحه، بنحمد ربنا. على فكره ليكي عندي اخبار حلوه. يبقى جبتي لي عنوان الراجل، صح؟ صح. الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. بس هو في مشكلة كده. خير يا مدام؟ أصله مش في مصر. أمال فين؟ في بنها. حرام عليكي يا مدام، وقعتي قلبي. أنا كنت فاكراكي هتقولي إن هو بره مصر خالص. لا أنا قصدي يعني إنه بره القاهرة، بس قلت يمكن تزعلي لما تعرفي إن المشوار بعيد عليكي. بعيد عليا؟ ده أنا بعد اللي شفته في حياتي أمشي لآخر الدنيا على كعوب رجليا بس ألاقيه، وأرتاح أنا ويوسف بقى. إن شاء الله، أنا متفائلة خير. يا رب يا مدام، يا رب. يا رب يا حبيبتي، خدي اتفضلي. متشكرة، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. ايه ده؟ واخرتها ايه في ايد اهلك المرعوشة اللي كل يوم تكسر لنا بيها حاجة دي؟ ما تزعليش يا يوسف. ما زعلكش ايه؟ ما انت غلطان. لا بزعلي يا يوسف، انا هنا زي زيك بالظبط. زي زيك ايه؟ انت مجنون يالا ولا ايه؟ يوسف يوسف، عشان خاطري خلاص، عشان خاطري. قوم معايا، قوم معايا نتكلم جوه. الله، هي بقت كده؟ عايز واين؟ اتفضل. انت مانعه تجيب لي واين ولا ايه؟ اخر مره شفت فيها كان شكلك وحش قوي، وبعدين احنا متفقين اكتر من مره ان انت لما تنزل من هنا ما ينفعش تنزل مش مركز عشان ما يحصلش مشاكل. يا سلام، هو ايه اللي حصل اخر مره يعني؟ كل ده عشان ضربت السكرتي الحيوان اللي واقف على باب بيتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي. اوكي، مفيش صوت عالي، مفيش واين كمان، وقلت 100 مره التليفون يفضل مقفول طول ما انت هنا. ايه
هاي يا شيخة ماجدة، هنعرف نعمل له حاجة؟ أيوة ينفع، بس صاحب القطر ده دمه زفر قوي. يعني إيه؟ حباه وعشقاه؟ أه طبعًا بحبه، وهو كمان بيحبني. أمال جاياني ليه؟ لا يعني هو كان بيحبني، بس فجأة قلب عليا ومبقاش طايقني. حصل حاجة بينكم؟ لا خالص. ده لازم يتعمل له عمل تقيل قوي عشان يصرف جسمه، بس العمل التقيل ده هيكلفك كتير، لأن بيحتاج بخور مخصوص وحاجات تانية غالية كتيرة قوي. اللي هتقولي عليه هدفعهولك. أنا ما باخدش حاجة ليا. أنت تروحي تجيبي طلباتك وترجعي لي تاني. وأنا أجيبها منين؟ بس لا، اتصرفي أنت بمعرفتك. يبقى تسيبي 2000 جنيه مطرح ما أنتي قاعدة، ولما يتم المراد هيبقى لنا كلام تاني أنا وأنتي. 2000؟ أيوه. على إذنك شيمي، عامل لك حاجة تشربها؟ شيمي. ها؟ ايه ده؟ سرحان في ايه ده كله؟ ده مفيش حاجة، بس موضوع الانتخابات ده مشغلني حبتين. لا يا حبيبي، انت قدها وقدود. ها؟ اجيب لك حاجة؟ لا مرسي يا حبيبتي. انت معاك نمرة سعيد؟ سعيد طليق غالية؟ هو في كام سعيد نعرفه؟ اه طبعا معايا. وكلمتيه من يومين ليه؟ انا علشان رامي، انت عارف انا بحبه قد ايه، وكمان كان نفسي يبقى عندي طفل زيه. هو حصل حاجه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. طيب انا هقوم انام. مش هتقوم تنام؟ لا شويه بس كده، هكلم غاليه اتصل بيها على الموبايل ما تردش عليا. اوكي، تصبح على خير. انتي من قلب. ايه برضه مش راضي تقولي مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت من ساعه ما جيت البازار النهارده وانت مش على بعضك، ولا انت عايز تعرف عني بقى كل اسراري؟ انا معرفش عنك حاجه يا ستي، ولا اسرار ولا حاجه، عادي شوية كركبة كده في البيت وفي الشغل في الحياة كلها. طيب ما تحاول تطلع نفسك من الروتين والمود الوحش اللي انت فيه ده. اطلع نفسي من المود ازاي بقى؟ مش عارفة، هعمل اي حاجة. حاجة ايه اللي ممكن اعملها؟ انا عملت كل حاجة خلاص، ما بقاش في حاجة جديدة، كله بقى شبه بعض. طيب مش يمكن حاسس انك وحيد؟ أنا وحيد؟ ده أنا أعرف طوب الأرض. عندك حق، مرات كتير أوي الواحد بيبقى حواليه ناس كتير أوي، بس برضه حاسس إن هو وحيد. أنا هو قدامك، وعندي بابي وابني مالين عليا حياتي، بس مش عارفة، مرات كتير أوي بحس إن أنا عايزة حد في حياتي، مش عارفة أوصلها لك إزاي. وصلالي ما تخافيش، فاهم كويس قوي اللي انت حاسه بيه. بس هو فين بقى الحد ده؟ الناس كلها بقت وحشه، بقوا مكدبين ولا الكلب يعني. واللي بيضحك في وشك ده ما بتبقيش عارفه بيضحك من قلبه بجد ولا ضحكه صفرا والسلام. هو ده بالظبط بقى اللي حصل بيني وبين سعيد، وده يمكن اللي خلاني اخش في علاقه تانيه بسرعه من غير ما اعرف ولا افكر اذا كان الانسان اللي قدامي ده بيحبني ولا لا. بس أنا بشر وزي أي واحدة ست تانية. عارف الراجل كان معايا في الأوتيل ده يوسف، كان راجل بيحبني قوي وعايز يتجوزني، كان بيعمل كل حاجة وكل تصرفاته كان بتثبت إن هو بيحبني فعلا عايز يتجوزني، بس أنا اللي ما كنتش عايزة، كنت خايفة قوي من موضوع الجواز ده. قلت بقى خلي راجل في حياتي يملى عليا فراغي وخلاص. على فكره يا غاليه، انت مش محتاجه تقولي الكلام ده. يمكن عندك حق، بس انا نفسي اتكلم مع حد من زمان وما لقيتش حد غيرك اثق فيه دلوقتي. تثق فيا؟ دي حاجه انا اعتز بيها. عارف حاجه يا يوسف؟ انت اول واحد اثق فيه من زمان قوي.
نفس الإحساس ده يفضل على طول. وأنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، ما تخافيش مني. مش خايفة. خد يا ميمي. ده ده باشا نوطك، ولو اني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، انا عملت حاجه كده على الضيق. ماشي مالك يا شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا، الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن تستاهل، ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه، مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا ماشي، على العموم لو احتجت حاجه انا اخوك الكبير. حبيبي يا باشا اوعى تتكسف مني يا عم. لا يا باشا. طب امورني بقى، كنت عايزني في ايه؟ مش انا المره دي اللي عايزك، المدام. يا نهار ابيض، ده انا عمال المدام. تسلم عينيك. المدام فاتحه كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين، إذ فجأة الدور اللي فوق فضي، قلنا نأجره، الراجل مرضيش، زعلت أنا طبعاً، تأثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قال لك أبيع، قلنا نشتري، شطح في السعر جامد، زعلت تاني. تاني؟ اللي أقول لميمي، أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما تزعلش صح. طب سعادتك انت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ ايوه. نعمل ايه تاني عشان ما نزعلش؟ طب احنا ممكن دلوقتي نجيب قرار ازاله للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما الارض هيجري عليك جري ويقول لك اشتري مني المبنى، تقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له ايه؟ هيزعل. زعله. طب وقرار الازاله؟ يا باشا قرار ازاله ايه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. احنا بنلعب ولا ايه يا باشا؟ بنلعب بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان يا رايق. حبيبي يا باشا. كان شكلك حلو قوي امبارح. لا انت الفستان كان حلو قوي، جبتيه منين؟ عارفه انت ضرب قرار. ايه الحلاوه دي؟ جيجي عندنا؟ ايه الجمال ده؟ يا شيكو حلوه بجد يعني ولا بتجاملي؟ بجاملك ايه يا بنت انت؟ في ايه الكلام ده؟ حلوه طبعا. طب اقوم انا بقى اعمل لكم شاي. اعملي كاكاو. ماشي كاكاو. انت فين يا دي؟ ايه اللي واخدك مني؟ مفيش، انا قلت بس هسيبك يعني في الظروف اللي انت فيها يعني. بس كده؟ بس كده. في ايه يعني؟ ايه يا جيجي؟ انت مش عارف ان انت غاليه عندي ولا ايه؟ بس مش حاسه. مش دي عينيك اللي انا عارفاه، انت متغير. انا متغير ولا اي حاجه، انا زي ما انا، مفيش اي حاجه. طب عيني في عينك كده؟ لا مفيش عيني في عينك بالكلام ده خالص، انا تعبان. انا كان المفروض اروح الشغل. بس خلاص ما بقتش قادر، مش عارف اذا كنت هنزل ولا مش هنزل. وانت ايه اللي تعبك يا اخويا؟ كنت بتعمل ايه طول النهار؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ دي هديه؟ دي هديه، انا كنت جايبها لك. شفتي انت نسيتيني ازاي؟ دي هديه. ليه انا؟ هديه فيها في يومكه حلوه انت فاهم، شفتي؟ بس انا كنت مستني الوقت المناسب. ليه انا يا دي؟ اتفضلي اتفضلي. انت مش مصدقه ليه؟ هديه. لا مصدقه، بس اصلك يعني كنت بعيد عني اليومين اللي فاتوا، حتى التليفونات بطلعها منك بالتين. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله، اطمني خالص. اطمني. افتحها؟ افتحيها افتحيها. دي رجالي يا ديب. رجالي؟ ايوه يا اخويا رجالي. رجالي ازاي؟ ده راجل بالعبيطه ده قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. خدي بالك قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. طب خد يا اخويا، شوف مين اللي صغرك قدامي. ايه يا بنت صغرك وكبرك والكلام الفاضي ده؟ ما تلعبلي يا بنت في ايه؟ انت عارف انا فين كويس قوي، لما تبقى تفوقي لوحدي يبقى تعالى لي يا اخويا.